افلام كثيره موجوده حاليا بصالات السينما، اخترت لكم البعض منها بالسينما. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. جديد بالصالات الفيلم الكوميدي The Grand Budapest Hotel. مغامرات جوستاف ايتش الكونسيرج الاسطوري باوتيل اوروبي معروف بين الحربين، والشخص اللي بيشتغل باللوبي واللي بصير اقرب الناس له. الكتابه والاخراج لويس اندرسون، والبطوله لرالف فاينز، اف ماري ابراهام، ادريان برودي، ويليام ديفو، جيف جولدبلوم، هارفي كايتيل، جود لو، بيل ماري، ادوارد نورتون، تيلدا سوينتون، توم ويلكنسون، واوين ويلسون. You know what it is I love about being Spider-Man? بعد أول جزء سنة 2012 بيرجع بيتر باركر أو سبايدرمان بذي أميزينج سبايدرمان 2 بنسخة 3D مع أندرو غارفيلد وأما ستون، جيمي فوكس، سالي فيلد، بول جياماتي وفيليسيتي جونز، والإخراج لمارك ويب، وهو أضخم إنتاج بتاريخ مدينة نيويورك. شو بدكم لتكونوا سعداء؟ انا بالنسبه لي بدي الشخص يكون عم يبتسم قدامي لحتى يعديني ويخليني انا كمان ابتسم، يكون شخص ايجابي ويكون شخص فرح ومرح لحتى واحد يبلش نهاره بطريقه حلوه ويحس انه ممكن تسحب هالشغله على كل النهار وحتى على الايام اللي جايه. ميلاد معنا هلا، يعني شو بدكم لتكونوا سعداء؟ يعني ما بدها هالقد. يعني عم تحكي عني؟ ايه ميلاد صباح الخير. صباح النور. ممكن يكون عم بحكي عني. لا انا انت عم تعمل انا هيك مبتسم انه انا الشخص اللي بيبتسم ماشي الحال. اهم شيء بالعالم انه الواحد بس يبتسم. صحيح. ببلاش وما فيها شيء واسهل شيء وبتعمل مفعول عجيب للعالم. 100%. هيدي الوصفه الخلص يعني. هيدي الوصفه السحريه. شو بدك لتكون سعيد؟ هيدا السؤال يلي مثل ما قلتي طرحناه، رح ناخذ اتصالات المشاهدين يلي بحبوا يشاركونا ويقولوا لنا، ورح ناخذ تعليقات كمان الناس يلي يبدو انه السؤال هيك اثر لهم حشريتهم، صار في اكثر يعني اكثر من 30 حدا عم بيقول عم يحكي عن السعاده. هلا بكفوا هلا يعني خلال النهار. هلا في اشياء انا بالنسبه لي انا اليوم كمدرب على التفكير الايجابي، واذا بدك يعني مدرب البرمجه اللغويه العصبيه، في كلمات بتوقف عندها كثير بهموني خبر عنها المشاهدين لحتى يعني نكون عن جد عم نحكي عم نفيد المشاهدين. يعني لما واحد بيقول مثلا انا عبالي الاستقرار، انه الاستقرار كلمه كثير كبيره ريتا، يعني بكون وكاني ما عم اقول شيء، او عبالي الراحه. هول كلمات الكبار يلي بيقولوا يلي بيقولوا نكون سعيدين، هن انفات كلمات ما كثير بيساعدونا لنكون سعيدين. يعني الامان، طيب خلينا نحدد شو بنقصد بالامان. هل هو الامان الداخلي ام الامان الخارجي؟ يعني طيب، وهل الامان يعني بلبنان امان الخارجي اكيد اول شيء. بلبنان اول شيء انا برايي انه في كثير عالم، هلا بلبنان وبكثير دول عم بتعاني، ايه بتعاني من امان داخلي منه موجود، لانه الامان الخارجي يمكن منه بايدنا بس الامان الداخلي بايدنا، صح؟ سو كمان هذا اللي بدنا نقوله غيدا، انه اليوم لما بنقول شو بينقصك لتكون سعيد، خلينا نحكي بكلمات عن جد تكون مفيده لعقلنا ليساعدنا لنكون سعيدين. صح. اوكي، في ناس بتقول لي مثلا مال، المال. طيب بتعرف انسان سعيد وما معه مصاري؟ هل كل ناس معهم مصاري هن ناس سعيدين؟ سو بتختلف كثير النظره لنظرتنا للسعاده وتحديدنا للسعاده. بس بتصور الصحه، انا بتصور نمبر 1 صحه تجي اول شيء، لانه صحة. واحد اذا عنده صحه منيحه يعني الحمد لله ما بيعاني من شيء اساسي. بتصور هذا الشيء بيقدر يخليه يملك كل شيء ثاني. شو بتقصدي بالصحه؟ الصحه واحد يكون معافى، يعني انا هيك كنت بلشت فيها الصبح، انه واحد بفتح عيونه الصبح بيقدر يتواصل مع غيره ويسمع غيره، ينزل ويدعس على الارض. في شخص معافى بالكلية؟ لا هلا في كثير ناس، كل الناس مثل ما بيقولوا رح حل برودية عليك، بس لانه انا عبالي اوصل انا هيك لحد. في ناس برايك ما عندهم الصحة بس سعيدين غيدا؟ ايه في السعادة واحد بيقدر يخلقها هو لحاله. شفتي؟ فاذا ها هلا بلشنا انا وانت يعني مش انه عم بس لقينا، فاذا في ناس سعيدين غيدا ومنهم عندهم الصحة. صح. وفي ناس عندهم الصحة ومنهم سعيدين. بدنا نمشي شوي بالافكار اللي قالونا اياها الناس. قالت المحبة بين الناس. فكرة حلوة
شوي كبيره لحتى تكون سعيد انت، يعني انه مثلا بدي اقول لها بيسان بيسان، بفهم انك تقولي انه انا المحبه بين الناس بتخليني اكون سعيد، رح فيكي تضمني انه يكون في محبه بين الناس بيسان، محبه حقيقيه كمان. سو اذا عبالك تكوني سعيده فتشي تحديدا شو بدك، وات دو يو وونت، شو بدك تحديدا، السؤال كان كثير واضح، شو بدك انت لتكون سعيد. اذا بتقلي انه بدي 10 مليون دولار، فكره منا كثير وارده. هلا نحقق، خلينا ناخذ اتصال. بخلينا ميلاد واسمها بلانش، هيك كمان حلو اسمها بياض. بلانش صباح الخير من الاشرفيه، اهلا وسهلا فيكي. الو الو، صباح الخير بلانش. صباحي. واسمك حلو، يعني اسمك هيك بلانش كمان، هيك من نقاوه الابيض كمان. نور الشيكي. تسلمي، الله يخليكي حبيبتي، تسلمي لي. واسمع كمان ميلاد عم يسمعك، تفضلي. ايه بدي اسالك انه اذا كان الواحد انكسيتي، انه مزعوج، مش عارف شو الطريقه اللي ليكون مرتاح نفسيا. لا المصاري ولا انا بحب كل العالم، انه اكرمه يعني غير شيء. نعم. مدام بلانش، بس بدي اسالك، ايمتى بتحسي بالانزعاج؟ على طول. كل الوقت؟ كل يوم كل يوم كل يوم. هلا انت هلا عم تحكينا هلا مزعوجه؟ ايه بس ما انه هلا ارتحت لما شفتكم. فاذا مش كل الوقت. بركلج نفسيتي. مدام بلانش، مش كل الوقت، هلا انت مزعوجه؟ هلا لا تحسنت شوي بس. فاذا خلينا نبلش نقول، مش كل الوقت نحن مزعوجين، شو اللي تحديدا بيزعجك؟ شو يلي تحديدا؟ شو خبريه هيك انه حدا مزعوج او حدا متضايق. طيب. اولادي اكثر شيء، كيف بتزعج؟ عفوا ما سمعت شو قلتي لي. عن اولادها اوقات بتخاف اكيد. طيب مدام لونش، سؤالي الثالث لك، كيف بتحسي انك مزعوجه؟ انه بصير عندي ضيقة نفس. ضيقة نفس؟ بصير هيك مكبوتة، يعني ماني مش قادر اضحك. اوكي، ضيقة نفس بيصير عندك مثلا، خليني اقول كمان كرامب شوي بالمعدة، بتحسي انه ايه. برافو. اوكي، طب هلا اذا بطلب منك مدام بلانش انه يصير عندك ضيقة نفس، وانه كمان يصير تجي هيدي الحالة على راسك، بتقدري؟ هلا؟ ايه؟ فكري بشيء كثير بيزعجك. موجودة بس خفيفة. خفيفة، إذا بدنا نزيدها بنزيدها، فينا نزيدها؟ ايه بنزيدها. نقلق، ايه شفتي؟ قبضاية أنت مدام بلانش، يعني فيكي ساعة اللي بدك تزيدي التوتر. فإذا يلي بيقدر يا مدام بلانش يزيد التوتر. بدي أعمل لها توتر ميلاد اليوم بدل ما يريح. لا، ما أنت ما لقطتي. لا فهمت فهمت. يلي بيجيب مدام بلانش التوتر بيزيده، قادر ينقصه. صح صح. انه بالتفكير يعني. ايه. انه بثانيه هلا بثانيه فينا نعلي ضغطنا ونخلي التوتر يزيد بحياتنا، وبثانيه فينا نقلل. يأجر دماغه. لا لا، ما بيأجر دماغه، بالعكس بيحسن استخدام دماغه، كل شيء براسنا مدام بلانش. مضبوط، بتصير تفكر باشياء كثيره. صح. مدام بلانش بشكر انا اتصالك، بس يمكن الشيء اللي لازم نعمله نحن بحياتنا، نخلي مش ناجره يلي دماغنا، بس عن جد نستخدمه بالطريقه الصحيحه. صح. وما نزيد عليه افكار، يعني ما نزيد عليه افكار سلبيه. حبيت الفكره؟ حبيت مزبوط، يعني مثل ما دغري قلتي له ايه انا فيني هلا دغري ارجع عصب وارجع عبي. فينا انه ايه ما في اسهل منها، دغري فيني ارجع عصب. ويمكن مزبوط بالمقابل. صح. واحد بيقدر يجرب يفكر ويحط الميزان يمكن للاشياء الاحسن، بيقدر يرجع يرتاح. شكرا لك مدام بلانش على كل حال. لا اخي عن جد هيك مزبوط مزبوط. اوكي والحمد لله عملنا لكن مفعول ايجابي عليها لبلانش، ان شاء الله يا رب يسحب معك هالمفعول. مثلا ايمان عم تقلي النجاح وتحقيق الذات كمان. يا ايمان، شو بتقصدي بالسعاده بالنجاح؟ اي نوع من النجاح؟ خلي بس انا شوي حساس على الكلمات لحتى نكون عم نفيد المشاهدين. النجاح بشكل عام، شو بتقصدي بالنجاح؟ المهني، العاطفي، النفسي، شو يعني تحقيق الذات؟ فسروا لي شو يعني واحد يحقق ذاته. نحن غيدا بنغرق بالمفاهيم الكبيره، بنفكر انه وكانه بس نقول كمان سعاده وكانه مفهوم كثير كبير. خلينا نحدد، نقول تحديدا شو بدنا لنكون سعيدين. يمكن بدي شغل جديد، يمكن بدي ارتقي بشغلي. ما قالت المدام اولادي، شو يعني؟ هل بدك اولادك يكونوا حدك؟ بدك اولادك ما تقلق عليهم؟ خلينا ما نحط براسنا افكار كثير كبيره لدرجه نحس انه السعاده ما بتصير الا بالاحلام. يعني خلينا نبسط الامور لنوصل للسعاده اللي بدنا اياها. خلينا ناخذ اتصال صفا من عشقوته، كمان اسمها صفا. هيك صفا عن جد حلوين كثير الاسامي. صفا صباح الخير. بونجور. بونجور صفا، اهلا وسهلا فيك. مدام غيدة. الحمد لله. ميلاد عم يسمعك. ايه انا حبيت فوت، انا دائما بحضركم بس مبسوطه فيه قديش عنده عقل تفاؤل وقديش انه بجرب يخلق للعالم. بس بدي اساله شغله. تفضلي. اذا كل هالاشياء اللي حواليك
وهالوضع اللي انت عايش هلأ فيه ان كان من ناحية المادة ولا الشغل ولا الاحداث ولا بلش لي من الرئاسة لهلأ. يلا يلا عديهم 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 لاحظتك لاحظتك بشغلة. انا من النوع اللي كتير بحب البسط الجو الحلو الكذا. حرمونا، انا حسيت انه انحرمنا من هالاشياء. عم نحاول قدر المستطاع نكون متفائلين، نضلنا محلنا، نقدر نخلق شيء من مشي، بس ما سوري بالكلمه ما عم لاقيها هالسعاده اللي بتقولي. اول شيء خليني اقول لك شيء بدي بلش بس من اسمك. اسمك صفاء، ويعني ولكل امرئ من اسمه نصيب. يعني لازم لازم كثير تهتمي ليش اسمك هيك صفاء، وين الصفاء بتلاقيه بحياتك. ثاني شيء قلتي لي عبارتين شوي بنقزوني، حرمونا حرمونا. اكيد انحرمنا. ليش 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 خليني اقول لك شيء، ليش القلق، قصدي الشعور اللي جواتك ملك مين؟ ملك غيرك او ملكك؟ مين بيتحكم بهالقرار تتقولي لي حرمونا وتحطي لي الكلمه بالمجهول؟ ثاني شغله خليني اقول لك شيء صفاء، انه اليوم وين ما كان الانسان اذا بده يفتش عن اشياء سلبيه سديد رح بيلاقيها، لانه دائما قادرين نلاقي اشياء سلبيه حتى باكثر الظروف سعاده عايشين فيها. كل اللي بدي اقول لك اياه انه طيب انا بدي امشي معك بهيدا الشيء اللي عم تقوليه، لا في عنا استقرار سياسي ولا استقرار مادي ولا استقرار امني. تعي شو نعمل؟ تعي نقعد ببيوتنا ونسكر علينا ونعيش الحاله السلبيه. بترضي هيك؟ نحط الحزن بالجرن. ترضي انه نحن نزيد الاشياء، او نحن واجبنا انه نوقفها، او نحن واجبنا صفاء انه نعمل شيء مختلف، نسال راسنا سؤال مختلف. طيب انا اليوم بازمه صفاء، شو بعمل؟ بنكد على حالي اكثر، وهلا مثل ما عم نقول منجيبهم اكثر على حياتنا ومنقول انه لازم يضلوا ولازم نزيدهم، ام منقرر قول لا لازم اخذ انا وقفه واعمل شيء ثاني مختلف، اسال كيف بطلع من هالموضوع. هو قرار. وبعرف صفاء يلي عم اقوله انا ويمكن عم اقوله على الشاشه هلا قد يبدو للبعض انه شوي صعب، بس صدقيني بالنهايه التشاؤم ما بعمره خدم الانسان، لا بل التفاؤل كان بوقت من الاوقات اسلوب ناجح لحتى نشعر اكثر بالسعاده ونشعر اكثر بالاستقرار. رح ناخذ باسمه من بيسور. حلوين. كمان اسمها باسمه. صباح الخير باسمه. اسمك لحاله هيك بفش الخلق باسمه، ان شاء الله بتكوني انت كمان دائما باسمه او مبتسمه. صباح الخير وتفضلي. ميلاد عم يسمعك. باسمه. باسمه صار زمان يمكن ناطرتنا على الهواء. انقطع الاتصال. باسمه. باسمه بعدك معنا؟ على كل حال نرجع اذا يعني بعد فيها تتصل في صراحه. عندنا كثير يعني على تويتر وعلى الفيسبوك. ساندرا من حريصه. ساندرا من حريصه او من مكان على بيطلعوا ليه لحتى يصلوا فيه بقى كمان. اهلا وسهلا فيك ساندرا، تفضلي عم نسمعي. صباح النور يا ساندرا، تفضلي. ميلاد عم يسمعي. بدي اوجه تحيه كثير كبيره لمستمعات حبشتي. ثانك يو ساندرا. كثير صفا حبيت شارك بالبرنامج معكم، بس بدي اقول انه نحن عنا هلا بالبلد يعني مثل ما بنشوف انه كل العالم بتشوفها مش متفائله من الوضع الاجتماعي، من الوضع الاقتصادي، من كل الاوضاع الموجوده يعني خصوصا عنا بالعالم كله يعني مش بس عنا بلبنان. فحبيت اقول انه هو الانسان يعني هو شخصيته هو نفسيا هو اللي بيقول انه انا لا بدي اكون ايجابي ولا بدي اكون سلبي. صحيح. يعني لما تقع المشكله انا برايي هو اللي بيقرر يعني انا بدي اكون بوزيتيف اور نيجاتيف بهذا الموضوع. 100% يعني هو شخصيا هو اللي بيقرر يعني انا يا بكون بتفائل يا ما بكون متفائل. صحيح. بدي رايي بكل 100%. انا وافق كثير راي ساندرا انه هو قرار يلي قلتي. وهو انه نحن الوضع يلي عم نعيشه خلينا نقول اليوم منه ما اليوم بلش ولا امبارح بلش ولا من 5 سنين بلش ولا من 10 سنين بلش. طيب كل هالناس اللي قطعت واللي عملت حياتها كانت عم بتفكر مثلنا انه انا هيك بدي اعمل. ساندرا قلتي كلمه كثير مهمه وضروريه، هو قرار، والقرار ببلش من عندي من جوا، او انا بدي اعيش هيك او انا بدي لا حسن الظروف اللي انا عايش فيها قد ما بقدر. طبعا ساندرا شكرا لك، شكرا لاتصالك. ومن المكان اللي كلنا بنروح عليه لحتى نصلي يعني من حريصه بقى اليوم هيك اسمائهم والامكنه اللي اتصلوا منها كمان. لازم يعطينا امل، سرور، سرور عن جد، فرح، نور. حبيت كيف انت عم تلقطيهم. ما هيك انا بحب كثير على فكره الاسامي. نحن خلص وقتنا ميلاد، بس رح نخليهم معنا، رح نتابع نحن بموضوعنا اصلا الاسبوع الجاي ان شاء الله، وكل هالشهر رح تكون هيدي حملتنا تقريبا لحتى نحكي عن هالموضوع. ان شاء الله ميلاد بنشوفك التنين نحن ان شاء الله بعالم الصباح، ونحن كمان بعالم الصباح حبينا نخلي المشاهدين مثل ما هن بحسوا حالهم بينتموا لاسره
عالم الصباح ونحن بننتمي لأسركم أنه تفوتوا معنا على كوليس عالم الصباح وتشوفوا كل شيء بيصير قبل الهواء. بقى هيك اخترنا كمان دائما لقطات بتصير قبل الهواء لكل شخص منا بيفوت على استوديو قبل ما يفوت وشو بيصير وكيف نتعاطى بكل المواضيع المتعلقة بنهارنا. لها سبب رح تصير تشوفوا بامبرز بقلب عالم الصباح عن كمان كل الأنكرز اللي بيفوتوا معنا بعالم الصباح كيف بيتصرفوا قبل الهواء. بعد لحظات أكيد رح نتابع محطاتنا، رح يكون عنا ورشة ملح مع هانيا، أينو مع عامر، خليكن معنا.